لا أعتقد، يعني في كل حالات الاختفاء القسري في العالم دائما ما يتم اكتشاف أن هؤلاء المختفين قسرا قد تم قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية أو مقابر فردية، وبالتالي محاولة الربط يعني التي يقوم بها البعض أن جرف الصخر هي معتقل كبير وأن كل المختفين قسرا موجودين في جرف الصخر، أعتقد هذه إشاعات لا قيمة لها. وبالتالي يعني لنعزل ما بين قضية المختفين قسرا وقضية جرف الصخر. يعني هذا أولا. تعتقد دكتور بأن كل المختفين قسريا قد قتلوا وتم تصفيتهم في مقابر جماعية؟ هذا مؤكد. يعني كل يعني على الأقل كل التجارب العالمية أو القضية، يعني مستند على التجارب العالمية دكتور وليس من معلومات من داخل العراق. نعم. لا 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 تثبت ذلك. وعندما نتحدث عن مختفين قسرا منذ سنوات زين، بالتأكيد نحن نتحدث عن عمليات يعني قتل لهؤلاء ودفنهم في مقابر جماعية أو مقابر فردية، وبالتالي يعني سيكشف ذلك في يوم ما، يعني لا أحد يستطيع أن يعني يغطي على الجريمة إلى ما لا نهاية يعني. الأمر لكن هذا لا يلغي قضية جرف الصخر، لأنه هناك جريمة أخرى في جرف الصخر، لأنه بموجب يعني اتفاقية روما أو ما يسمى يعني بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، فإنه جريمة النقل القسري للسكان أو منع السكان من العودة إلى مناطقهم هي أيضا جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي ما يحدث في جرف الصخر هو أيضا جريمة ضد الإنسانية ترقى لأن تكون جريمة حرب تماما كما جريمة الاختفاء القسري. وبالتالي كنت أتمنى من السيد نائب رئيس مجلس النواب أن يكون أكثر موضوعية وأقل طائفية ويتحدث عن ما يجري في جرف الصخر بشكل حقيقي. ما يجري في جرف الصخر أننا أمام نقل قسري للسكان أولا وهي جريمة ضد الإنسانية، ومنع السكان من العودة إليها وهي أيضا جريمة ضد الإنسانية، وبما أنهما حدثتا في إطار حرب يعني ما يسمى هنا ب يعني حرب غير ذات طابع دولي بموجب اتفاقية جنيف، فبالتالي هي ترقى لأن تكون جريمة حرب. لو عدنا إلى الوقائع يعني سأعطيك شهادة، يعني في مؤتمر في بيروت قبل سنوات كان حاضر في هذا المؤتمر السيد عدنان الجنادي وكان في حينها عضو مجلس نواب، وقال في هذا المؤتمر أنه عند لقائهم بالسيد حيدر العبادي أبلغهم رسميا بأن لا سلطة له على جرف الصخر،